هيطلب منك شوية تحاليل ويطلب منك كاسمها شيست اكس راي، يعني أشعة اكس على الصدر يبص على شكل الرئة أخبارها فيها ايه. علاجه سهل جدا، علاجه ان احنا هناخد مضادات حيوية، بس لو أخدناها بدري مش هيحصل عندنا مشكلة، اتأخرنا قد يبدأ يظهر complications أو مشاكل منه. العلاج قلنا إن هو لازم نبدأه بدري. طب مين أكثر الناس عرضة للكلام ده؟ قلنا اللي هم الأطفال صغار السن، أو إن هم الرضع، أو كبار السن، أو الناس اللي عندهم مشاكل في المناعة زي مرضى القلب ومرضى السكر، أو الناس اللي عندهم الجهاز المناعي نايم لفترة، قلنا زي الحوامل. فعشان كده دايما نصيحة هنكررها تاني، ودي الهدف من الحلقة اللي عاوزين نوصلها لكل الحوامل اللي هم بيقعدوا يشتكوا لنا من تكرار أمراض البرد والكحة والعطس، اعرفوا إن جهازكم المناعي أثناء الحمل ربنا منيمه عشان الجهاز المناعي ما يهاجمش الجنين. والنصايح تاني هنلخصها وأقول: نشرب سوائل دافية كتير، نشرب حاجات فيها فيتامين سي، ناكل حاجات فيها فيتامين سي، ناخد ليمون عليه معلقة عسل أبيض، نهتم بالأكل الصحي المتوازن. يعني إيه الأكل الصحي المتوازن؟ يعني الأكل اللي فيه الخضار، الأكل اللي فيه الفاكهة، الأكل اللي هو فيه البروتينات. نبعد عن الأكل بتاع الشارع، خلينا في أكل البيت، الأكل اللي هو المطبوخ الكويس. أعرفوا إن جزء كبير من ضعف المناعة عندنا هو سببها كلمة سوء التغذية. سوء التغذية يعني ايه؟ ممكن واحد يبقى عنده سوء تغذية، تلاقيه تخين قوي، او واحدة تخينة قوي بس اقول لها ان هي عندها سوء تغذية. سوء التغذية يعني هي ما بتاكلش الاكل الصح، الاكل اللي هي المفروض تاكله، اللي هو الاكل اللي بيبقى فيه الحديد، بيبقى فيه كل انواع المعادن، بيبقى فيه الفيتامينات والاملاح اللي احنا محتاجينها. اي واحدة حامل لازم بقول لها يوميا لازم تاكلي نوع خضار، فاكهة، لازم تاكلي طبق سلطة، لان طبق السلطة دي مليانة جدا بالفيتامينات. لازم نشرب على الاقل كوبايتين لبن، ونهتم بمصادر اللي فيها البروتينات. المناعة محتاجة بروتين، البروتين ده اللي هو موجود في حاجات حيوانية زي اللحمة، زي الفراخ، زي السمك، وموجود برضو في البيض، وموجود في اللبن. الواحدة الحامل هتروح للدكتور، بنعمل متابعة دورية عشان تحمي نفسك من البرد. قلتلك لازم تهتمي بالتغذية الصحيحة السليمة اللي انا هشرح لك دلوقتي انواع التغذيه ازاي. لازم تهتمي ان انت ما تبقيش مدخنه، ولو جوزك مدخن ما تقعديش جنبيه وهو بيدخن. اهتمام بالمتابعه الدوريه اثناء الحمل، احمي نفسك من تقلبات الجو سواء البرد او الحر. التقلبات دي ركزي لما تيجي تبقي خارجه تبقي عارفه هل يا ترى الجو برد او حر، او ان انت محتاجه تلبسي ايه. لو هنقسم انواع الاكل هنقول ان اي اكل عشان تحمي صحتك، انواع الاكل حاجه اسمها بروتين، وحاجه اسمها كربوهيدرات، وحاجه اسمها دهون. البروتينز اي خليه في جسمك عشان تتبني محتاجه بروتين. البروتين ده احنا قلنا موجود في السمك، في اللبن، في البيض، في الفراخ، في اللحوم. ده البروتين. تاني حاجه غير البروتين الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي الحاجه اللي بتديلك الطاقه عشان جسمك يقدر يقاوم الامراض، لازم يبقى عندك طاقه. بس الكربوهيدرات في منها نوعين، نوع كويس ونوع ما بنحبوش. النوع الكويس اللي هو الكومبلكس، اللي هو ايه؟ اللي هو بيتهضم على فترة طويلة فيديلك سعرات حرارية. الحاجة اللي بتتهضم على فترة طويلة تفضل مديك طاقة لفترة طويلة، وتديلك احساس بالشبع لمدة طويلة، زي لما تاكلي رز او عيش او مكرونة. امال الكربوهيدرات اللي ما بنحبهاش هي ايه؟ اللي هي السيمبل، اللي هي بتمتص بسرعة فتعلي السكر بسرعة. الحاجة زي ما تزيد بسرعة هتوطى بسرعة، يبقى السكر في دمك لما يعلى بسرعة جدا هيوطى بسرعة، فانتي مش هتشبعي. وفي نفس الوقت لما انتي بتاخدي حاجة فيها سكر جامد، جسمك بيرد ان هو يطلع انسولين. طلوع السكر صعودا وهبوطا صعودا وهبوطا، ده يخلي الواحدة اكثر عرضة لمرض السكر. يبقى احنا قلنا البروتين، قلنا الكربوهيدرات، قلنا الكربوهيدرات النوع اللي ما بنحبوش اللي هو مكانه موجود في الحلويات، يعني كأنك قاعدة تاكلي بسبوسة أو مربى أو حلاوة أو الآيس كريم أو الشوكولاتة. الحاجات دي حاولي كلها ابعدي عنها أثناء الحمل. الدهون كده كده بنحاول نبعد عنها، لأن الدهون دي هتزودك على الفاضي وهتزود إحساس غممان النفس عندك. بعد كده قلنا الفيتامينات، ده رابع نوع من أنواع الأكل. الفيتامينات دي اللي هي موجودة في الخضار، في الفاكهة، في الطبق سلطة. وأنتي في نفس الوقت أي دكتور بتروحي له
بيكتب لك على نوع فيتامين او مكمل غذائي ان انت بتاخديه. بعد كده قلنا المعادن، اهم حاجتين حاجه اسمها حديد وحاجه اسمها كالسيوم. هو الكلام ده انا كله بشرحه ليه؟ لان التغذيه الصحيحه هي المفتاح الرئيسي للجهاز مناعي سليم. لو عندك جهاز مناعي سليم هتحمي نفسك من الامراض وخصوصا امراض البرد. فخلينا نتكلم على المعادن، قلنا هنتكلم على الحديد وهنتكلم على الكالسيوم. الحديد ده بيستخدم في بناء ايه؟ كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء هي دي اللي بتشيل الاكسجين. الاكسجين ده كل حاجه في الجسم عايش على الاكسجين. لو انت ما عندكيش كرات دم حمراء كفايه، الاكسجين اللي وصل للمخ هيبقى قليل، يبقى طول الوقت تبقى قاعده مصدعه وتعبانه ومش مركزه، مفيش اكسجين رايح للعضلات، تلاقي نفسك مش قادره تشيلي حاجه ولا تعملي اي مجهود. فيبقى عشان نحمي نفسنا من الانيميا اللي هي بسبب نقص كرات الدم الحمراء، اللي هي بسبب نقص الحديد، لازم ناكل اكل فيه حديد، اللي هو التفاح، اللي هو العسل الاسود، اللي هي الحاجات مشتقات البروتين زي اللحوم زي الفراخ. اعرفي ان كده كده الحمل هيجيب لك انيميا. ليه؟ هو مش الواحده لما بتحمل بيبقى في عيل. طب العيل ده مش محتاج دم جديد، المشيمه دي محتاجه دم جديد. دم الواحده بيزيد بنسبه من 30 ل 60%، يعني بيزيد بنسبه من لتر للتر ونص. فيبقى انت دمك زاد عليه لتر لتر ونص، فالدم بتاعك هيتخفف. يعني ايه؟ لو عندك شربات وكنت بتخففيه بلتر ميه، بقيتي تخففيه بلترين ميه، الشربات اللي ما هيخف. وهكذا الانيميا اثناء الحمل، اي واحده اثناء الحمل هيجي لها انيميا عشان دمها بيزيد. بس عشان نمنع القصه دي بنعمل ايه؟ هتركزي اثناء الحمل بالاكل اللي فيه الحديد، اللي قلنا التفاح، العسل الاسود، ومشتقات البروتين زي اللحوم او الفراخ. والاهتمام طبعا ان احنا نقيس، نعمل تحليل صورة دم كاملة. عشان كده بنصح دايما قبل ما تحاولي انك تحملي اعملي تحليل صورة الدم، تشوفي انت عندك انيميا ولا لا، لانك لو عندك انيميا حاولي تأخري الحمل لغاية ما تصلح الانيميا. وفي اول 3 شهور في الحمل، في اول زيارة بتعملي تحليل صورة الدم عشان تشوفي قصة الانيميا، وبنعيده تاني في الشهر السابع. بنعيده ليه؟ عشان نشوف هل يا ترى التحليل قل لدرجة ان احنا محتاجين نزود حقن مثلا او ناخد علاج تاني ولا لا. يبقى ده المعدن الحديد، واحنا قلنا اللي عندها انيميا هيبقى عندها مناعتها ضعيفة، واللي عندها مناعتها ضعيفة دي اي امراض في الدنيا ممكن تتسلى عليها وخصوصا امراض البرد. تاني معدن ومهم جدا برضو للمناعة اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم ده مهم لقوة العظم والسنان. الحمل ولادة ورا ولادة، الحمل ده بيسحب كميات كالسيوم كبيرة جدا. اعرفي ان المشيمة اللي عندك دي اهم حاجة هي مصلحتها هي البيبي. هي بتعمل ايه المشيمة دي؟ بتطلع هرمون. لو انت ما خدتيش كالسيوم كفاية، الهرمون اللي هيطلع من المشيمة هيبدأ يكسر في العظم بتاعك ويسحب الكالسيوم اللي فيه وياخده يبصيه للعيل. يبقى لو انت ما خدتيش لبن، لو انت ما خدتيش مكملات غذائية فيها كالسيوم، العيل كده كده هينزل كويس وما عندوش مشكلة. عارفة مين اللي هيتضر؟ هو انت. ازاي؟ حمل ورا حمل ورا حمل. مش هيبان لك الكلام ده وانت عندك 20 سنه، بس لما توصلي لسن ال 40 هيبدا لك اعراض هشاشه العظام. حمل ورا حمل ورا حمل بيسحب من رصيد الكالسيوم اللي متخزن عندك في العظم، متخزن من رصيد الكالسيوم اللي موجود في سنانك. تلاقي ابتديتي تشتكي بعظم في كل عظمه. لو شفتي اي ست كبيره عندها 50 او 60 سنه هتلاقي كلهم بيشتكوا من اوجاع في ظهرهم، من اوجاع في مفاصلهم، من اوجاع في ركبهم. يبداوا يشتكوا من مشاكل في السنان. تلاقي الوعي الناس لما بيكبروا في السن يبداوا يقصروا ويأكبوا. كل ده ليه؟ عشان ما اهتموش ان هم ياخدوا الكالسيوم اثناء الحمل. يبقى نصيحة الاهتمام باخد الكالسيوم. هناخده ازاي؟ ان احنا نشرب لبن يوميا على الاقل 2 كوباية لبن. لو ما قلتي ان انت ما بتحبيش لبن كامل الدسم، هقول لك اشربي خالي الدسم، اشربي اللبن الرايب، خدي 2 كوباية الزبادي. 2 كوباية الزبادي هي نفسها 2 كوباية اللبن. او خبي اللبن في حاجة. يعني ايه تخبي اللبن في حاجة؟ اعملي موز باللبن، رز باللبن، جوافة باللبن، فراولة باللبن، اي حاجة، بس المهم ان انت في الاخر تاخدي 2 كوباية لبن. زائد الاهتمام انك تاخدي اقراص فيها كالسيوم، ودي هيكون الدكتور هيكتبها لك بس بعد الشهر 3. يبقى احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا عن البروتين، الكربوهيدرات، اتكلمنا عن الدهون، اتكلمنا على الفيتامينات، اتكلمنا على المعادن. اخر حاجة في التغذية حاجة اسمها الياف.
دي مهمة ليه؟ الألياف دي ملهاش قيمة غذائية، زي ما بتاخديها زي ما جسمك بينزلها بدون امتصاص. أمال دي فايدتها إيه؟ بتحميكي من شكوى منتشرة جدا أثناء الحمل وهي اسمها الإمساك. فلما هتاخدي الألياف هتحمي نفسك من الإمساك. طب والإمساك ده بيجي ليه أثناء الحمل؟ هرمونات الحمل بتبطئ الأمعاء فيخليكي أكثر عرضة للإمساك. فلو مش عاوزة يجيلك إمساك لازم تزودي من أكل الألياف. يعني إيه تزودي من أكل الألياف؟ تاكلي يوميا خضار وفاكهة وطبق سلطة. لو عملتي كده كل القصص دي مش هيجيلك إمساك. آخر حاجة في التغذية اللي هي السوائل. سوائل يعني إيه؟ يعني دايما اعرفي إن الحمل بيجيب إمساك، الحر اللي احنا فيه بيزود احتمالية الإمساك. فطول ما انت قاعدة اشربي سوائل، يعني مية يعني لبن. بس ما تبقي هنا السوائل يعني مش قصدنا الحاجات اللي فيها المواد الغازية أو الحاجات اللي هي فيها الصودا. دايما أقول للناس ابعدوا عن الحاجات الغازية دي. هتعمل إيه؟ تلاقي الست تقول لك بشرب كوبايتين أو ازازتين وتلاتة وأربعة. نقول لهم غلط. الحاجة اللي فيها الصودا، الصودا دي بتوقف امتصاص الكالسيوم. يعني لو أنت خدتي قرص كالسيوم أو شربتي لبن وشربتي كوباية حاجة ساقعة من المواد الغازية، أنت ضيعتي قيمة الكالسيوم. الصودا بتوقف امتصاص الكالسيوم، وعلى مدار فترات طويلة الشرب المواد الغازية لفترة طويلة هيدخلك في حاجة اسمها هشاشة العظام. يعني ايه؟ مش هيبقى فيه كالسيوم مترسب في عظمك، فيبدأ تخش في مشاكل لما توصل سن 40 أو 50 سنة، ان ظهرك هيوجعك وركبك هتوجعك واسنانك يحصل فيها مشاكل. يبقى احنا اول حاجة في السوائل قلنا اثناء الحمل لازم تبعدي عن الحاجات اللي فيها مواد غازية. قلنا هنهتم بشرب الحاجات المفيدة زي اللبن. ابعدي عن شرب الحاجات اللي هي فيها سكريات عالية جدا عشان ما تلاقيش نفسك بتزيدي في الوزن، ونركز على السوائل اللي هي فيها فيتامين سي. فيتامين سي هو الأساس في علاج وأساس منع كل حالات البرد والإنفلونزا. وهشرحها لكم تاني، أقول لكم فيتامين سي ده موجود فين. موجود في الليمون، موجود في البرتقال، موجود في الجوافة. لو شربنا حاجات فيها فيتامين سي، اكلنا فيه حاجات فيتامين سي، اوعدكم ان احنا هنقي نفسنا ونحمي نفسنا اثناء الحمل وما بعد الحمل وما قبل الحمل من حالات البرد. نصيحة كمان اقولها للحوامل عشان تحمي نفسكم من البرد، لو حد عنده برد حاولوا ما تقعدوش معاه. لو جوزك عنده برد ابعدي عنه. لو حد من العيال حاول ان انت اعرفي ان انت مناعتك اثناء الحمل ضعيفة. لو واحد مريض عنده برد مش لازم ان انت تزوريه، او لو هو مريض وموجود في المستشفى برضه اثناء الحمل ما تزورهوش، لان انت مناعتك اثناء الحمل قليله، فانت الوحيده اللي هتلقطي المرض وانت اللي هيجيلك مشكله. الحمل والبرد مفيش مشكله ان احنا ناخد ادويه، بس نتعلم معلومه، مفيش دواء ناخده الا بدون استشاره الاطباء. لان في ادويه برد بتعمل لنا مشاكل، وفي ادويه كحه وعطس بتعمل مشاكل. بس نعرف ان في ادويه لكل حاجه. يعني في دواء لو انت عندك كحه هتاخديله، لو انت عندك عطس هتاخديله، لو عندك حرقان في زورك ليها ادويه تاخدها اثناء الحمل. بس ما ينفعش تاخديها الا بدون استشاره طبيب، عشان هيقولك مين هو الدواء اللي امن مع الحمل. ودايما انا اعرف ان الحاجه لو عالجناها في الاول هنخلص منها. لو انت صبرتي عن البرد ده هتلاقيه يفضل يزيد يزيد، هتلاقي حرارتك هتزيد، هتلاقي لا قدر الله ممكن نخش قصص الالتهاب الرئوي. اللي احنا كان هدف الحلقه النهارده ان احنا نوعي الناس بالالتهاب الرئوي. لو انا عاوز اوعي الناس وادي اخر رساله ليا في الحلقه عن الالتهاب الرئوي، هقول ان انا قلت لكم ان ده القاتل الاول للاطفال في سن اقل من 5 سنين، وان الحالات الوفاه من الالتهاب الرئوي هي اكتر من حالات الوفاه اللي متسجله من امراض زي الملاريا، امراض زي السل، امراض زي الحصبه والايدز. كل الحالات دي مجتمعه الالتهاب الرئوي اكتر منها. الالتهاب الرئوي هو ده القاتل رقم 6 في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني سادس سبب للوفاة هو الالتهاب الرئوي. من رحمة ربنا بينا إن العلم دايما بيتطور ويظهر لنا أدوية. أنا قلت لكم زمان اللي كان يجي لها التهاب رئوي كانت تموت، أما دلوقتي التهاب الرئوي علاجه سهل وعلاجه بسيط، إن إحنا ناخد مضادات حيوية وإن إحنا ممكن ناخده في البيت أو إن إحنا نروح المستشفى. هقول لكم اخر روشتة قبل ما نخلص الحلقة عشان كيف نقي نفسنا من امراض البرد. يبقى دي ركزوا معايا فيها، لان دي الروشتة اللي في اخر الحلقة. الروشتة هي اول حاجة نبعد عن اي واحد عنده برد او انفلونزا او كحة او عطس، تجنبوه اثناء الحمل. تاني حاجة
نركز على الحاجات اللي هي فيها فيتامين سي، سواء الخضار او الفاكهة، او قلنا زي ما قلنا البرتقال او الليمون. يعني الفيتامين سي ده ممكن ناخده في الاكل، ممكن ناخده في الشرب، ممكن او في حتى نفسها اقراص فيتامين سي. اول ما يجينا برد لازم نقيس حرارتنا عشان نتأكد ان البرد ده مش هيقلب بالتهاب رئوي، ان احنا نركز مع الحاجات اللي فيها فيتامينات ومعادن طول الحمل، لان الحاجات دي هي اللي هتحمينا من الالتهاب الرئوي وامراض البرد. نركز مع التغذية الصحيحة، نعرف ان التغذية الصحيحة هي العلاج وهي الاساس لعلاج اي مرض. هي بس التغذية الصحيحة مش هتحمينا من الالتهاب الرئوي، مش هتحمينا من البرد، التغذية الصحيحة هتحمينا من كل الامراض اللي موجودة في الدنيا. نهتم ان احنا دايما نخلي مناعتنا اعلى حاجة. المناعة اعلى حاجة، اننا زي ما قلنا نهتم بالتغذية الصحيحة، نبعد تماما عن التدخين، سواء التدخين الايجابي او السلبي. انتي ما تدخنيش ولا تقعدي مع حد مدخن. التدخين بيعمل ايه؟ التدخين بيبوظ الخلايا المناعية اللي موجودة في الجهاز التنفسي بتاعك. لان احنا طب هو الخلايا المناعية دي محتاجينها في ايه؟ انا قلت لك اي بني ادم الميكروب اللي بيعمل الالتهاب الرئوي ده موجود في رئتنا عادي، بس اللي عنده مشكلة في الجهاز المناعي الميكروب ده يعمل له مشكلة، واللي ما عندوش مشكلة مش هيحصل حاجة. يعني لو انا قاعد جنب حد بيكح او يعطس وهو كح او عطس في وشي، لو انا الجهاز المناعي بتاعي كويس الحاجة دي لما هاجي استنشقها سواء من طريق بقي او مناخيري الجهاز المناعي بتاعي هنشط، هياكل الحاجات دي ويخليني اكح او اعطس. بينما لو انت عندك مشاكل في الجهاز المناعي المشكلة هنا هتظهر، وممكن البرد عبيط اللي ممكن ما يأثرش في حد يقلب معاكي بالتهاب رئوي. يبقى النصيحة الأخيرة نحافظ على الجهاز المناعي بتاعنا، نحافظ على التغذية الصحيحة، حاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد عنده برد، المتابعة الدورية، استشارة الطبيب عند حدوث البرد. ما تعالجيش نفسك وتطنشي، لازم تسألي الطبيب وتستشاريه على الأدوية اللي ينفع ناخدها أثناء الحمل. أنا كنت على مدار ساعة، أنا دكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد في القصر العيني، استمتعت معاكم النهاردة في الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها عن البرد والأمراض الصدرية للنساء.